أقام مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي بالتعاون مع جمعية هذه هي البحرين حفلا على شرف السيد رحمان تشتي المبعوث الخاص لرئيس الوزراء البريطاني لحرية الدين والمعتقد، وذلك بمناسبة زيارته للمملكة لأول مرة منذ استلام منصبه الجديد، حيث أبدى إعجابه بما تتمتع به من حرية تامة في ممارسة معتقداتها الدينية، مؤكدا على أن مملكة البحرين تعتبر نموذجا رائعا للتعايش بين الأديان. جهود جبارة ومتميزة منحت البحرين اسما لامعا في مجال التعايش السلمي، حيث تمكن جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه من أن يلفت أنظار العالم إليها عبر مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي، والتي أكدت على أن البحرين تمنح الحرية المطلقة لكافة المذاهب والأديان والطوائف لممارسة معتقداتها الدينية بكل حرية. وهذا ما أكد عليه المبعوث الخاص لرئيس الوزراء البريطاني لحرية الدين والمعتقد بعد توليه منصبه الجديد، حيث كانت مملكة البحرين وجهته الأولى، وذلك ضمن جدول زياراته القادمة لمختلف الدول. بصفتي المبعوث الخاص للمملكة المتحدة لحرية الدين والمعتقد، اخترت المجيء إلى البحرين كأول دولة أزورها فيما يتعلق بالعمل مع شركاء لتعزيز حرية الدين والمعتقد. والسبب في أنني أتيت إلى البحرين هو أن لديها تقاليد قديمة من التعايش المتبادل بين الأديان المختلفة. ذهبت إلى المعبد الهندوسي الذي كان هنا منذ 200 عام، وذهبت للقاء أعضاء من الكنيسة المحلية التي بنيت في عام 1893. على هذا الأساس أرى بلدا له سجل حافل ومثال لبلدان في جميع أنحاء العالم حول التعايش بين الأفراد من جميع الأديان. إنه مكان يمكن أن يجتمعوا فيه لممارسة أديانهم بصراحة وحرية، وهو ما رأيته في المملكة من خلال التواصل مع أشخاص من أديان مختلفة. أود أن أقول إن الخطوة الأولى للتعايش المتبادل هي قبول بعضهم البعض وضمان احترام كل منهم لجميع الأديان، والنظر إلى إعلان البحرين الصادر عن جلالة الملك والنقاط الخمس حول ذلك هي مثال على تحمل المسؤولية الفردية من خلال ممارسة إيمانهم وقبول بعضهم البعض لضمان أن يكون عالمنا مكانا أفضل. يأتي اختيار البحرين لتكون الوجهة الأولى للمبعوث البريطاني لتؤكد على أن المملكة تعتبر نموذجا رائعا للتعايش بين الأديان. فهي زيارة موفقة، واليوم استمعنا للحديث الذي تفضل فيه السيد رحيم شتني، وبين أنها تجربة البحرين تجربة رائدة، وأن تجربة البحرين بإصدار ميثاق عالمي للتسامح هو في حد ذاته يعتبر قيم عالية، وينظر إلى العالم أن يستفيد من تجربة البحرين في هذا المجال. تأثير هذه الزيارة طبعا بالنسبة حق المجتمع الدولي ما يستطيع يأخذ صورة صحيحة إلا لما يكون في زيارة خاصة للبحرين مثل هذه الزيارة للسيد رحمان. أنا أعتقد هذه يغير الصور كثيرة، ليس فقط عن الصور السلبية، لكن يعطي الانعكاس والصورة الحقيقية للمجتمع البحريني لمن يزور البحرين يشوف التسامح الديني. نجاحات تلو الأخرى استطاع المركز تحقيقها منذ اللحظة الأولى لإطلاق أنشطته التي جالت العالم بأسره، فكانت تلك الجهود حجر الأساس لتلفت أنظار العالم إليها، وهذا ما أكد عليه المبعوث البريطاني في زيارته الأولى للمملكة، والتي أثنى فيها على مبادئ التعايش السلمي التي تعمل بها مملكتنا الغالية. تأتي هذه الزيارة لتؤكد على أن الرسالة التي يحملها مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي قد حققت أهدافها، مبرهنة على أن البحرين كانت وما زالت أرضاً للتعايش السلمي بين مختلف الأديان منذ القدم. خولة القرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.